عند الحديث عن الوفاء لمسيرة الإمام السيد موسى الصدر لابد من الالتقاء مع الحج أم العبد، المقاومة، المجاهدة والوفية. تعلمت الإيمان وتعلمت الدين وتعلمت الكرامة وتعلمت كل شيء من السيد موسى، والإخلاص بكفي إخلاصه للشعب. مشينا عم نمشي. العقيدة تاعته بتجر كل العالم، والحكي اللي بيحكي يا ريت كل العالم بتعرف تحكي كلمة مثل السيد موسى الصدر. جدي كان مختار الحاج عبد الرضا دهيني، ويضل عنا يعني السيد موسى، وكان عمري شي 17 سنة لما تعرفتي على الإمام الصدر. إيه دخل الله كريت نعمينا وما صار هيك. أنا أقرب دغري وقف بلش زلغط له، بس ما يجي عدل يعني. أكثر ما قلت له أوي هيا سيد موسى شفتك جيت بالنامي، أوي هتوصلت للنبي وحيدار إمامي، أوي الشدي شدي والفرج على الله، أوي هكلتنا تجمعنا الحمد لله على السلام. ليكي ها صرت أجهز يعني كثير 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 أنا معقدة بالسيد موسى. والله على طفل صغير هالقد يقرب يبوس السيد موسى، يا ريت لعمينا وما راح السيد موسى. الطفل الصغير يقرب يبوس، وكان عنده عاطفة، عنده محبة، عنده إخلاص، عنده شو بدي أقول لك عن السيد موسى؟ بدي أقول لك يا ريتنا كلنا رحنا نحن ما راحوا. الله يغفر اللي خفى والله لا يوفقن يا رب. أول ما قال أبناء السيد موسى الصدر هن أبناء حركة أمل، وولاد حركة أمل ولاد السيد موسى الصدر، وكل واحد بيعرف خط الإمام الحسين بده يمشي عليه. مصيرنا واحد، ديننا واحد، هدفنا واحد، معركتنا واحد، إسرائيل عدوتنا كمان. أما فاتت إسرائيل أول وحدة كنت أنا الحمد لله، كنت أنا حتى أطلع أعمل عمليات، طلع الشبيب أعمل عمليات وأنزل. أنا بحب السلاح كتير وطلع بارودتي معاي، يعني كنت أعمل أكل لحالي لـ300 مقاتل لـ400 مقاتل، أعمل لن أكل أنا ودر على المحاور وياخذن وطعميهن، وما أقبل أظهر إلا للعتالي كل واحد اسكب له طنجرته وأظهر. لا الحمد لله أنا يعني أنا من أبناء السيد موسى الصدر إن شاء الله. كان يتقبلنا كل واحد بواحده، كنت أنا رحلة عنده السيد موسى أوقات قل له إنه عملنا العمليات وجينا وهيك وشي، ويقول لي شو حايجين شو بدكن شو هدي. رحنا على المطار ودعني وشو بتذكر النار بيي، ريت وما كان النار، ريت وما كان اختفاء السيد موسى، ريت وما كان. بس يقول ديروا بالكن على خطكم. الوحدة الوطنية اللي كانت للسيد موسى يعني بعد لحد هلأ مثل ما هي، مثل ما اشتغل اشتغل الأستاذ نبيه دغري، استلم يم دغري. قلبي وحياتي ودمي وكل شيء أنا للسيد موسى، أنا ولادي، أنا استشهد ابني قلت اللي انفدى السيد موسى الصدر. أنا عندي شاب كان نهار عرسه قلت له قلت اللي انفدى السيد موسى،
الشهيد حسن ناصر. والحمد لله يكثر خير الله، يعني ما لقيتها صعبه. انه نحن قدمنا شيء انه بنعتز فيه، يعني نعتز بحركه امل، ويا ريت بنقدم كل رواحنا في حركه امل. لما يعني استشهد هو بعد برقية يعني للاستاذ، قلت له من ارض الجنوب بيعطي رساله عشيفه حركه امل ترجموها، اتمعنوا شوي والقلم الصعبي بالقاموس حللوها. انا بنت امل عم ببذل جهدي ضد اسرائيل واللي بيتبعوها، ونستشهدنا لا تبكوا علينا، وصورتنا على الحيط ما برضى تعلقوها، وبساعه زفاف وابن عزموها حطوا له نطفه احمر مع شويه اخضر وشعار امل على صدرها الاولى. يمكن صر شل من عيني وحطنا عليها بس يرجع؟ ايه والله انه بس يرجع هيك لحتى انت حاله وحط على للسيد موسى. السيد موسى املنا الكبير. كل سنة 31 آب بجمع هالبنات ويلا قوموا بدنا نروح على الاحتفال تبع السيد موسى الصدر. أول وحدة يعني بكن حامل العلم وحامل الصورة وحامل كل شيء. لك روحي فدي. أنت أم شهيد؟ إيه أنا أم شهيد، ويا ريت يا ريت نستشهدي مثل ما استشهدي على خط السيد موسى. نحن على خط السيد موسى للموت للموت للموت. وآوي هاي السيد موسى طولت الجيب، آوي هاي ارجع علينا بجيه علي ديح البيت، آوي هاي لنا كذا سنة منتظرين، آوي ولحد هلأ ما جينا الجواب.